السلام عليكم. اليمنيون في آخر أيام الشهر الفضيل أشبه بالباحث عن لحظة سكون، فرحة عيد ستأتي لكنها مكلفة بالنسبة لشعب يعيش تحت وطأة سوءة الانقلاب. الطاقة الشرائية للأسرة اليمنية انخفضت أكثر من أي عام مضى، والمتاعب بذلك باتت سيدة الموقف. حتى التكافل الاجتماعي انحسر بسبب تقلص الدخل عند الطبقة المتوسطة، وكذا ركود الحركة الاقتصادية في البلد منذ الانقلاب، كما أن التضييق المستمر لرجال المال والأعمال وانخفاض مساحة النشاط الإنساني الخيري أثر في اتساع مساحة الاحتياج عند الشرائح الأكثر فقراً، خصوصا مع ارتفاع عدد الذين فقدوا مصادر دخلهم في قطاعات كثيرة دونما اكتراث لمتاعبهم من قبل المشتغلين على ملف المعونات الإنسانية. ارتفاع الأسعار أيضا والنزوح والشتات ووجع الفقد بالنسبة لأسر جرحى الحرب وضحاياها بفعل الانقلاب تجعل من الأيام الأخيرة التي ينتظر من خلالها اليمنيون الأعياد منقوصة الشغف، باهتة الأحاسيس ومختلطة بالأوجاع. حول يوميات اليمنيين في الأيام الأخيرة ومتاعب مواجهة متطلبات العيد ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. يسرقون البسمة من فم الغياب بخطاهم الخفيفة على الأرض وأفراحهم القليلة. لا يبدو العيد هذه المرة كسابقيه، والحرب تلقي بظلالها الثقيلة على الجميع، ورغم ذلك لا يخلو الأمر من شيء من البهجة حتى وإن كانت ممزوجة بالكثير من العناء الذي يفوق أعمارهم وأحلامهم معا. تعود الحياة بخجل لهذا الشارع الذي اعتاد أن يغص بالزوار والمتسوقين، خصوصا في مثل هذه الأيام التي تسبق الأعياد والمناسبات الدينية، لكنه كغيره من الأسواق اليمنية في المناطق المحررة لا تزال تعيش تداعيات الحرب وتفاصيلها التي لم تنتهي بعد. الناس الآن نازحين كثير، من قبل في يعني كان في مجموعة يعني، بس الآن أكثر العائلات مش موجودات الآن بالعيد، يعني أكثر الصديقات بعضهم مسافرين، في منهم فقدوا الوالد، يعني ما فيش فرحة. الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ضربت البلاد مع الحرب ألقت بظلالها الثقيلة على معظم السكان في كل المدن والأسواق اليمنية، فتردت الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية، ودخل الناس في أزمة لم تستثني أحدا إلا تجار الحروب. حرب موازية لتلك التي عمادها البارود والقذائف، وإن كان مصدرها هو ذاته التحالف الانقلابي، حيث تعيش المناطق المحررة أياما مثقلة بالحرب والحصار، تطال المدن المحررة تلك التي لم تبرأ من آثار الحرب والدمار. يعجز سكان هذه المناطق عن استلام مرتباتهم بسبب إحجام الميليشيا التي تسيطر على البنك المركزي اليمني عن دفعها، وصعوبة التحويلات المالية الخارجية، وهو ما يتسبب بعجزهم أيضا عن الوفاء بمتطلبات العيد. أما من فقدوا وظائفهم وتعطلت مصادر دخلهم فتلك قصة أخرى تحمل أوجاعا ومآسي، حيث تعيش هذه الشريحة ممن فقدوا وظائفهم على المعونات والإغاثات الإنسانية أو يهلكون دون ذلك. اللي نزحوا، اللي فقدوا أولادهم، اللي فقدوا صغار، واللي مباتير أرجلهم وأيديهم، يعني صدق إن العيد مأساة، وفعلا يعني حاجات يعني تدمي القلب. في عيد هو الثاني من أعياد الفطر المبارك يعيشه اليمنيون تحت أصوات المدافع وتداعيات الحصار، تفاصيل لا تنتهي مع اقتراب العيد وفشل الآمال المعلقة بالسلام المحتمل العائد من مشاورات الكويت. لكنهم ورغم كل شيء لا يزال اليمني كعادته يرمم وجه الحياة بصبر، وهو يلتحف الأمل بوقف الحرب وإحلال السلام. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. إذن مشاهدينا الكرام، بداية أهنيكم بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وأرحب أيضا بضيفي عبر السكايب الصحفي الاقتصادي الأستاذ محمد الجماعي معنا عبر السكايب من عدن. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، حياك الله. حياكم الله أستاذ محمد، بداية كل عام وأنتم بخير. يعني ما هي أبرز المتطلبات التي تهم أو التي تثقل كافل اليمنيين والأسر بشكل عام في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان والناس مقبلين على العيد؟
في الحقيقة الحاضر الغائب في أذهان المواطنين هو هي الخدمات العامة والخدمات الأساسية والضرورية، ومثلا بالكهرباء والماء، وكذلك خدمات المواصلات والتي منبعها ضررها قادم من أذهان المشتقات منها. وكذلك المواطن الآن يعيش رهاب الراتب، وكذلك يعني انعدام الوظيفة الخاصة، وتحول كثير من الناس إلى رصيف البطالة، وكل ذلك يأتي مع ظروف دخول الصيف على المناطق الحارة بفاتورة جديدة لا يستطيع أن يتحملها، ولا يمكن أن تساعده الحكومة في ظلها، وحتى الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية التي وصلت عددها في اليمن إلى أكثر من 36 منظمة عاجزت عن تقديم يعني ما يساهم مع المواطن في المناطق الحارة، خصوصا في دفع فاتورة الصيف. أضف إلى ذلك دخول شهر رمضان المبارك مع متطلباته، والآن متطلبات العيد، وهذا يشكل عبء كثير على المواطن اليمني عموما والمواطنين في المناطق الحارة خصوصا. طيب هل يحمل هذا العام متاعب اقتصادية أكثر مثلا من أي عام مضى؟ بالتأكيد هناك يعني خدمات فقدت تماما، مثل خدمة الكهرباء، وهذه دعني أقول لك أن انعدام خدمة الكهرباء على ثلثي المحافظات اليمنية أدى إلى أشياء كثيرة جدا، يعني انعكس ضررها على المواطن، وانعكس ضررها على تاجر التجزئة وتاجر الجملة، وكذلك على المصانع التي توقفت عن الصناعات، وهذا ينعكس بدوره مرة أخرى على المواطن من جديد بغلاء الأسعار، وعلى تاجر التجزئة الذي يشتري كل شيء غالي ولا يستطيع أن يبيعه لضعف القوة الشرائية عند المواطنين، وكذلك تاجر الجملة، وهكذا المسألة تدور وتعود مرة أخرى. طيب بخلاف موضوع الكهرباء، ما الذي أيضا استجد بالنسبة للمواطنين ويعانون منه في حياتهم اليومية؟ نعم، المواطن الذي يعيش الآن تحت في ظل حكومة يعني انقلاب في المناطق التي لم تتحرر حتى الآن، وضعه تحررت، وذلك بسبب ارتهانه للراتب الأساسي وتأخره عن موعده والتهديد شهريا منذ بدء الانقلاب بوجود عجز لن يستطيع الحكومة سواء الانقلاب أو الشرعية أن تسدده. الذي استجد هذا العام هو أنه لا أحد يمكن أن يقدم حلول لما سوف يطرأ من حياة المواطنين. قلت لك فاتورة البرد أو فاتورة الصيف عجزت حتى المنظمات عن تقديم ما يمكن أن تقدمه، مثلا هنا في عدن الطاقة الشمسية كانت من أهم ما يمكن أن يساعد به أن تساعد به المنظمات المحلية وكذلك المنظمات الدولية، لا أحد التفت إلى هذا الموضوع. طيب ما السبب الذي يعني تشهده اليمن، يعني تشهد اليمن هذه الأوضاع بسببه، يعني إلى ما تعود مسببات ذلك؟ الورقة التي قدمها أو البيان الذي صدره رئيس الوزراء كان بمثابة مكاشفة للمواطنين، يا مواطني البلد هذا حالنا وحالكم في الحال الجانب الاقتصادي. هو عرى المجتمع الدولي وشكاه إلى المواطنين في الداخل، قال لهم لا نستطيع أن نجعل أموالنا بيد الحوثي بعد كل هذا الوقت، والعالم الخارجي لم يسمح لنا باستخدام مواردنا، هناك تعرية وكشف لحكومة الشرعية، هناك كبيرة الانقلاب يمارسها من جهة سحب على المكشوف من الاحتياط النقدي، ويمارسها المجتمع الدولي أيضا عندما يجعل الحكومة في هذا الحرج، إما أن ترضخوا لحكومة الانقلاب أو ميليشيا الانقلاب في صنعاء، وإما أن يصير حالكم هكذا مكشوفين أمام المواطنين وخاصة في المناطق المحررة. طيب هذه الأوضاع الصعبة بالنسبة لليمنيين هل هي في أماكن دون أخرى أم هذه حالة عامة؟ وما يعني أيضا ما مسببات يعني مثلا عدم تواجد السيولة النقدية أو عدم صرف مرتبات في بعض المناطق؟ هو قلت كما قلت لك الحكومة الآن ترفع
نرفض تماما أن يعود أي ريال من موارد الدولة للبنك المركزي في صنعاء. هذا يجعل الموضوع يجعل الكرة في مرمى الانقلابيين الذين يعاملون الحكومة بالمثل، يمنعون أي متطلبات مما اتفق عليه بسبب ما سميت باللبنة الاقتصادية التي عقدت في الكواليس ولا أحد يعلم عن بنودها شيئا، إلا أن الحوثي الآن يرفض دفع هذه المبالغ الكبيرة، ويجعل مثلا هنا رئيس الوزراء يقول أنه استنزف موازنة مصفات عدن لصالح دفع بعض الرواتب والمساهمة في بعض المشتقات النفطية وتوفير الكهرباء. طيب ما خطورة هذا الأمر من يعني وأنت صحفي اقتصادي، هل شرحت لنا أكثر ما هي خطورة سواء انعدام السيولة النقدية أو صرف بعض الرواتب من خلال مخصصات لأشياء أخرى؟ المسألة خطيرة برمتها أخي الكريم. هناك الاحتياط النقدي يعد أهم عمود من أعمدة الاقتصاد في البلاد، تترتب عليه سمعة اليمن في الخارج، سمعة المستوردين، تأمين اعتمادات يعني ما يستوردونه ووارداتهم إلى البلد وما يستطيعون أن يصدرونه للخارج، يترتب عليه ثقة المانحين، ثقة الدول التي تتعامل باسم مع الجمهورية اليمنية. تعرف ذلك تماما وزارة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي عندما أصدرت تقريرها بأننا بحاجة عاجلة إلى احتياط نقدي، لأن ثقة الناس بالحكومة تهتز، وتصبح اليمن بدأت الآن كثير من المؤشرات الدولية تخرج اليمن من هذه المؤشرات الانعدام الأرضية التي يمكن أن يبنوا عليها مؤشراتهم وتقاريرهم طيب الدولية. هل حدثتنا عن هذه المؤشرات أو عن بعض التقارير التي تتحدث عن الوضع الاقتصادي بداخل اليمن؟ نعم. هل حدثتنا أكثر عن بعض هذه المؤشرات التي تكلمت عنها قبل لحظات، وكذلك عن مدى وضع اليمن بداخل التقارير التي تصدرها المؤسسات النقدية الدولية أو الاقتصادية الدولية؟ آخر التقارير صدر بخصوص التعليم، اليمن حذفت منه تماما. التقارير التي تحدثت عن أوضاع الطفولة، اليمن أيضا حذفت منه تماما، لم تضف إلى هذه التقارير. ماذا عن الناحية الاقتصادية أستاذ محمد؟ التقارير الدولية، نعم، التقارير الاقتصادية لا يوجد أي تقرير اقتصادي ذكر اليمن في الفترة الحالية حسب ما أعلمه، حتى تقرير الشفافية ومكافحة الفساد لا يمكن أن يصدر في ظل هذه الأوضاع الآن. طيب هناك حديث عن مؤشرات لتدهور هذا الاقتصاد، ما هي هذه المؤشرات؟ أهم المؤشرات خلو البنك المركزي. طبعا هناك من الأخبار اليوم طالعتنا بأن البنك المركزي أغلق كثير من حسابات العملاء، كثير من الخدمات بسبب عجزه عن تغطيتها. خلو الاحتياط النقدي من أي مبالغ تخص الحكومة اليمنية باستثناء 100 مليون دولار بجانب الوديعة السعودية التي بإمكانها أن تسحبها في أي وقت تشاء. توقف إنتاج وتصدير النفط تماما، وهو ما يمثل 75% من الاقتصاد القومي للبلد. النفط هو العمود الأساسي، فإذا ما توقفت شركة صافر على الإنتاج وبترو مسيلة وتوقف ميناء صافر العائم توقف نهائي بسبب انعدام المشتقات التي تشغل المحطة التي هي عبارة عن سفينة، وهذا يعني أن ميناء التصدير منقطع بالكلية. هذه من أهم الاثنين المؤشرات. أضف إلى ذلك حركة التجارة والتصدير والاستيراد متوقفة تماما، وهذا ينعكس عليه انعدام الموارد الضريبية، انعدام الموارد الجمركية وكثير من والزكوية كذلك، لا يوجد أي موارد سوف تدخل إلى خزينة الدولة. طيب يعني بشكل عام الناس قد لا يفهمون هذه المؤشرات التي يعني قد يتحدث عنها الاقتصاديون، لا يفهمون تعقيداتها، بل يفهمون ما يعني تنعكس عليه في حياتهم التي يعيشونها. هذه الانعكاسات أين يجدونها تحديدا؟ يجدونها في عدم توفر السلعة، في عدم توفر المواد الغذائية الضرورية،
سيجدونها في انقطاع الكهرباء بسبب انقطاع الديزل والمشتقات النفطية وتوقف الانتاج الذي ذكرنا عنه، توقف الاستيراد والتصدير، توقف مصفات عدن عن تكرير النفط وعودته إلى الأسواق يعني صيغة نفطية يستفيد منها مباشرة، حركة التجار تتوقف، وبالتالي السيولة المالية التي يحصلون عليها بعض الفقراء والمساكين من المنظمات الخيرية المحلية وغيرها تتوقف. لمسوها هناك تقارير من صنعاء تقول أن مشكلة الفقر لم يستطع أحد أن يعالجها أو حتى أن يسكتها في الحارات وفي بعض الأحياء بسبب أن هذه كانت تغطيها الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية الآن متوقفة، والحوثي يلاحق هذه الجمعيات ويلاحق هذه المنظمات ويلاحق كل ما توصلها بأي توزيع، بل وربما ينهب المواد الغذائية. هذا في الجانب التعاوني الذي يمكن أن يقال عليه أنه عمل طوعي. نعم. طيب. أما بالنسبة للدولة توقف في كثير من الجوانب الاقتصادية. أصبح دور الدولة في محافظات مثل عدن ومحافظات مثل حضرموت مقتصر على توفير الكهرباء ومقتصر على توفير المشقات النفطية بأي سعر كان. إذن دور الدولة هنا انتهى، والمواطن يفهم كثيرا أخي الكريم، يفهم كثيرا في الاقتصاد لأنه يلمسه ويعني يعاني منه مباشرة. طيب دعنا يعني نسمع أكثر حول معاناة الناس في بداخل المدن. ينضم إلينا الآن الصحفي مياد خان معنا، وهو الصحفي المختص بالشأن المحلي في مدينة عدن. مساء الخير أستاذ مياد. أستاذ مياد هل تسمعني؟ أستاذ مياد؟ إذن يبدو أن هناك خلل في الاتصال من المصدر. أعود إلى أستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد، يعني كنا نتحدث أيضا عن نقطة مهمة وهي الجمعيات الخيرية. يعني في غالب الأحيان عندما تغيب الدولة تظهر الجمعيات الخيرية، يظهر رجال الخير في دعم المواطنين، يظهر التكافل الاجتماعي. هل لا زالت هذه المظاهر الاجتماعية موجودة أم أنها أيضا يعني تأثرت بسبب الحرب؟ هي لم تتأثر بسبب الحرب أخي الكريم، وإنما تأثرت بفعل ضغوط وتهديدات ميليشيا الحوثي مباشرة. في اليمن توجد أكثر من 5200 منظمة وجمعية مهتمة، منظمة مجتمع مدني مسجلة ومرخص لها، قد يزيد الرقم وقد ينقص قليل. لكن التقرير الأخير لمركز الإعلام الاقتصادي الذي أجرى مسحا في كثير من المنظمات قال أن أكثر من 80% من المنظمات التي تم مسحها تأثرت ونهبت ويعني تعرضت لانتهاكات مختلفة ومتنوعة من قبل ميليشيا الحوثي. وهذا يعني مؤشر خطير، لأن ضرب هذه الطبقة من المجتمع. هناك يعني طيب حكومة وهناك مواطنين، هناك وسيط بينهم يسمى بالجمعيات الخيرية. طيب دعنا نعود إلى هذه النقطة، لكن قبل ذلك يعود إلينا الأستاذ مياد خان. مساء الخير مجددا أستاذ مياد. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا بك. أنت يعني في عدن، حدثنا أكثر حول كيف يقضي الناس هناك هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وكيف يواجهون متطلبات العيد؟ حقيقة الناس في عدن في هذه الأيام وخاصة في رمضان تعاني معاناة شديدة، فالمواطن لا يستطيع أن يعيش بأدنى متطلبات الحياة. انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي، أكثر من 20 ساعة ينقطع التيار الكهربائي، مع ذلك الحر الشديد الذي تعيشه عدن. انقطاع شبه تام أيضا للمياه، هناك مناطق عديدة صارت تعاني من عدم وصول المياه إليها، بعض المنازل لا يصلها الماء من بعد الحرب. لنا عام على التحرير وبعض المساكن لم يصلهم الماء حتى اليوم. المواطن أصبح لا يجد قوت يومه، المواطن أصبح في عدن لا يجد ما يشتري به شيئا. هناك شحة في كل شيء، بعض الأناس بعض من عندهم الأموال لا يستطيعون أن يشتروا الأشياء لعدم توفرها في السوق. ناهيك عن الذين لا يستطيعون الوصول إلى شراء أهم الأشياء الضرورية، الحاجيات الضرورية التي تقوم من خلالها الحياة.
أصبح المواطن اليوم إلى اليوم ونحن في 28 من رمضان موظفي القطاع الحكومي أغلبهم لم يستلموا رواتبهم، ناهيك عن أولئك المتقاعدين الذين إن مررت أماكن أو إن مررت بجانب البريد تجدهم ينتظرون الساعات الطوال في ذلك الحر الشديد، ينتظرون رواتبهم، ينتظرون تلك الأموال التي يستلمونها شهريا. البنك المركزي يقول بأنه لا يوجد لديه سيولة حتى يضخها لأولئك المواطنون، لا يجدون ما يشترون به. يمر علينا أو خلال الأيام القادمة سيأتي العيد والناس لا يجدون ما يشترون به الأشياء الضرورية للعيد، لا مأكل ولا ملبس ولا شيء لعدم وجود الأموال بأيديهم. إن نزلت إلى السوق اليوم أو إلى الشارع ستجد الأسواق ليس بذلك الزخم الذي طيب كانت عليها بالحديث السنوات الماضية. نعم. بالحديث عن الأسواق، ما هي أبرز السلع التي شهدت يعني مثلا ارتفاعا مفاجئا في الأسعار مع عدم توفر هذه السيولة في البنك المركزي وبالتالي عدم استلام الموظفين لرواتبهم؟ الأشياء الضرورية، القوت الضروري، الأرز، الدقيق، السكر، هذه السلع ارتفعت بشكل فظيع جدا. الكيس السكر كان تقريبا ب7000 صار اليوم ب12000، الكيس الرز كان ب10000 صار ب16 إلى 18000، الدقيق كان ب3000 صار ب7 إلى 8000، والقمح مثل ذلك. المواطن لا يستطيع شراء هذه الأشياء مع وجود مع بقاء راتبه بنفس الذي كان ومع ذلك لم يستلمه. يمر الشهر والشهران والمواطن أو الموظف الحكومي ينتظر راتبه وكأنه يشحته من الدولة شحتا، وهو ينبغي على الدولة أن تعطيه ذلك الراتب مقابل عمله، إلا أنه صار وكأنه يشحت من الدولة. أما السلع الأخرى مثل الملابس والأشياء التي كسوة العيد، ترى الأسواق ليس كما كانت عليها في السنين الماضية. ما زال نحن الآن في العشر الأواخر من رمضان، نحن الآن بقي لنا يومين من العيد. في هذه الأيام خاصة في عدن تزدحم الأسواق حتى لا تستطيع أن تطرح الناس لا تستطيع أن تطرح أقدامها في السوق من كثرة الزحام. نعم. إلا أن هذا العام لو مررت في السوق لوجدته ليس ككل الأعوام. الناس لا تجد لا تملك أن تشتري هذه الأشياء تستطيع أن تؤدي هذا العيد أو أن تمر بهذا العيد. طيب هذه من الناحية الاقتصادية أستاذ مياد، ماذا عن ما يتعلق بالتنقل بداخل المناطق أو المدن بداخل سواء في عدن أو في غيرها من المناطق المجاورة؟ هل هناك سهولة في التنقل من مكان إلى آخر خاصة مع الإشكالات المتعلقة بتوفر المشتقات النفطية؟ حقيقة التنقل صار متاحا في إطار المديريات، لكن مع ارتفاع أسعار المواصلات الجنونية التي ارتفعت بنسبة 50%. يعني مثلا إذا أردت أن تذهب إلى الشيخ عثمان، كان المواطن في السابق يدفع 150 ريال، صار اليوم يدفع 200 ريال. أما التنقل بين المحافظات الأخرى فهناك بعض تستطيع القول بأن المواطنين يخافون التنقل بين المحافظات بشكل أفضل للاختلالات الأمنية وكذلك بعض الأمور التي تعنى بالترحيل، فأبناء المناطق الشمالية يخشون أن يخرجون إلى محافظات أخرى ولا يستطيعون العودة إلى عدن كونهم يحملون بطائق من مواليد تعز أو من محافظات شمالية فيمنعهم الحزام الأمني من العودة إلى عدن، أو كذلك منهم من لا يملك بطاقة شخصية فيخاف أن ينتقل إلى محافظة أخرى ولا يستطيع العودة مرة أخرى إلى عدن. طيب يعني إضافة إلى الارتفاع الجنوني في أسعار المواصلات بسبب شحة المشتقات النفطية، هناك ضعاف أو ضعفاء النفوس من أصحاب المواصلات يرفعون الأسعار بالطريقة التي يريدونها ابتزازا للمواطنين والناس. طيب في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك أستاذ مياد، ما هي الرسالة التي يجب أن تصل للناس في أو للمجتمع بشكل عام خاصة فيما يتعلق بموضوع التكافل الاجتماعي؟ حقيقة الناس فيما بينها متكافلين فيما بينهم البين، إلا أنه في الغالب شحة الإمكانات الموجودة لدى الناس، يعني لا يستطيع الواحد أن يقدم للآخر شيئا مع حاجته لذلك الشيء. أصبح المواطنون كلهم محتاجون، لا تستطيع أن تميز
من هو الشخص المحتاج ومن هو الغير المحتاج. استطيع او في الغالب اغلب الناس اليوم الموجودين في عدن صاروا اغلبهم محتاجين لذلك الشيء. يعني موجود التكافل، موجود عدن تعيش بهذه النفسية وعاشت بهذه النفسية خلال فترة الحرب. استطاعوا أبناء عدن أن يتجاوزوا تلك المرحلة، وما زالوا يستطيعون أن يتجاوزوا المراحل القادمة بوجود ذلك التكافل والتعاضد فيما بينهم البين. يتمثلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن المسلم لم يشمك البنيان أو كالبنان، لكن كما قلت لك أخي إنهم مع ذلك يعانون من شحة الإمكانات، فلا تستطيع أن تعرف من الذي أو ما الذي تقدمه لجارك أو لصديقك أو لأبناء مجتمعك مع حاجتك لذلك الشيء. نعم، إذن الصحفي الأستاذ مياد خان كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. وقبل أن أسأل الأستاذ محمد الجماعي حول هل انحسر نشاط الجمعيات الخيرية في المناطق اليمنية، نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، بعده نعود لاستئناف حلقتنا هذه. ابقوا معنا، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إلى ضيفي عبر السكايب الأستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد، يعني كنت سأسألك حول هل انحسر نشاط الجمعيات الخيرية في المناطق اليمنية، خاصة أنها كانت تؤدي كثير من الأدوار وتزيح الكثير من الأعباء على كاهل الحكومات، يعني إذا ما غاب دور الحكومات يجب أن يكون هناك دور للجمعيات الخيرية والفاعلين الخيريين، هل انحسر هذا الدور؟ بالتأكيد انحسر كثيرا جدا، واليمنيون يلمسون هذا بشكل كبير. أكثر من 5200 منظمة مجتمع مدني، بينها منظمات خيرية تعنى بالمساعدات الإغاثية والإنسانية وبعضها حقوقية وغيرها، لكن الجمعيات التي كانت منتشرة في المدن والأحياء والحارات بشكل مكثف، كانت أصيلة عن نفسها أو وكيلة لجمعيات أخرى، كانت تؤدي دور كبير في ظل وجود الدولة، والدولة وحدها لا تستطيع أن تفعل كل شيء، خاصة في وضع في مثل عالمنا العالم الثالث. أداء دور الدولة غالبا يكون ضعيف جدا، ولا يستطيع أن يقوم بالوصول إلى كل المواطنين، لكن هذه الجمعيات بما تمتلكه من بيانات، بما تمتلكه من قاعدة لأسماء وحالات المواطنين، استطاعت أن تغطي كثيرا، وخاصة في مثل هذه المواسم. الآن بعدما حاربت ميليشيا الحوثي، حاربت الجمعيات الخيرية، حاربت منظمات الأذية، واستولت على ما تبقى من الجمعيات والمنظمات الإنسانية، في تقرير واحد لإعلامي حوثي، لا أود هنا ذكر اسمه، لكن وصل إلى أنه يستطيع أن يحصي أكثر من 200 أو 300 جمعية ومنظمة تم إنشاء في صنعاء لما تبقى من المساعدات الدولية التي تأتي عبر مندوبيها المنتشرين بكثافة في المنظمات الإنسانية، وهذا للأسف الشديد موجود بشكل كبير. إذن هناك محاربة للجمعيات، وهناك نهب للمساعدات التي تصل، وهناك أوعية فتحت لأجل هذا الغرض، وكذلك محاربة لكل ما يمكن أن يطلق عليه. لكن هذه الجمعيات لربما لا يصل نشاطها إلى المناطق يعني التي تشهد سيطرة الحكومة الشرعية عليها، أليس كذلك؟ لا، هو هناك جمعيات ما تزال، ودعني أصدقك القول، معظم الجمعيات الخيرية القوية مراكزها الرئيسية في صنعاء، وبالتالي المركز الرئيسي معطل، ويعتمد دور المركز أو الفرع، فرع الجمعية أو المنظمة في هذه المحافظات المحررة على ما يمكن أن تجمعه من الداخل، والداخل كما تعلم ضعيف والقوة الشرائية ضعيفة، بالإضافة إلى أن مركز الملك سلمان والجمعية الهلال الأحمر الإماراتي يعتمدون أيضا على أنفسهم وعلى فروعهم لتوزيع هذه المنظمات، ويعطون الشيء اليسير لبعض هذه الجمعيات لكي تنفذه، لكن بحسب الأجندات التي جاءت بها. طيب، دعنا نسمع وجهات نظر أو يعني نجس نبض الشارع في مدينة تعز. تنضم إلينا من هناك الأستاذة حياة الذبحاني الناشطة الحقوقية. مساء الخير أستاذة حياة.
مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الانوار، وكل عام وانتم بخير وعافيه وتمكين وعزه لهذا الشعب اليمني الذي اراد ان يصنع له اسما من نور ويكتب تاريخه الابيض بحروف الذهب باذن الله. مبارك لكم ولجميع اليمنيين. استاذه حياه، هلا حدثتينا عن هذه الايام الاخيره من شهر رمضان المبارك، العيد بقي له يومان فقط، كيف هي حياة الناس هذه الأيام؟ كيف يواجهون يعني يواجهون مصاعب الحياة بالفرحة يعني المؤمل بها؟ نعم، الوضع كما تعلمون جيدا في مدينة تعز هو وضع مزري للغاية ووضع مؤلم للغاية ووضع كارثي كذلك للغاية. نحن في مدينة محاصرة من كوبا تتعرض لكل أنواع القصف من ميليشيا صالح والحوثي. ميليشيا صالح والحوثي لا زالت حتى اللحظة تقصف الأحياء السكنية دون هوادة، لا زالت تحاصر مداخل المدينة وتمنع دخول المواد الإغاثية والطبية والدوائية، لا زالت كذلك تعتقل المواطنين وتقوم بممارسة جميع أنواع الضغوطات النفسية على أهالي هذه المدينة. لكن رغم كل ذلك تجد هنا الحياة في مدينة تعز حياة تصر على الصمود، حياة مليئة بالكفاح، حياة مليئة بالحرية. نحن هنا في مدينة تعز نتنفس حرية كل يوم، نقاوم هذا القبح بقدر استطاعتنا. الأوضاع في مدينة تعز تدعو على الحزن، لكن هنا في المدينة من يرسم الفرح، الكل متكاتف في هذه المدينة، التكتل جميع من المبادرات التي تقوم بإنقاذ المدينة وكذلك ائتلاف الإغاثة الإنسانية والمبادرات الشبابية والمبادرات الطوعية وكذلك الإغاثات التي تصل من مركز الملك سلمان ومن دولة القطر الشقيقة ومن دولة الكويت ومن كل دول الخليج العربي. هنا إصرار على الحياة، هنا الحياة الحقيقية في هذه المدينة. عندما تنظر إلى الشوارع تجد شوارع مكتظة بالبشر، تنظر إلى بائع البسطة المتجول وهو يقعد في وسط الشارع ويتحدى الحصار ويقوم ببيع الخضروات، هنا تجد النساء والأطفال والشباب والشيوخ في الباب الكبير وفي المدينة القديمة وفي حي شارع 26 وفي شارع جمال. كنا عندما ننظر إلى القذائف نتوقع أن الناس تختبئ في البيوت، لكن في حقيقة الأمر أنا كحياة مندهشة ومندهلة من حجم هذا الصمود في هذه المدينة، إصرار عجيب على الحياة. الكل هنا متفائل بالنصر القريب. نحن اليوم قمنا بزيارة للجبهات لأبطال المقاومة الشعبية وتوزيع جعالة العيد وعيدية المقاوم. نحن كذلك نساء المدينة نقوم بتجهيز كسوة العيد لأبطال المقاومة الشعبية في المتارس وفي الجبال وفي التباب وفي الهضاب وفي الأزقة وفي الشوارع. نقوم بتجهيز كذلك كسوة العيد لأبطال المقاومة الجرحى في المستشفيات. تعز لا تنكسر رغم كل هذا الألم وكل هذا الحزن وكل هذا الدمار والخراب في هذه المدينة، إلا أننا سنحمل شهداءنا على أكتافنا وسنذهب بهم إلى الخلود، وسيحمل الحوثي والمخلوع العار والهوان والهزيمة والتاريخ الأسود، لأنهم قطخوا تاريخهم في هذه المدينة. شموخ هذه المدينة وعزيمة أبنائها كشموخ جبل صبر وقلعة القاهرة. تعز لا تنكسر، تعز تنتصر، تعز هي شوكة الميزان للجمهورية اليمنية، فلذلك النصر قريب ونحن متفائلين جدا. راهن الحوثي على أن يسقط هذه المدينة في أسبوعين، وها هي المدينة صامدة لأكثر من سنة ونصف وجه هذا القبح. ستحتفل كل الجمهورية اليمنية بصمود هذه المدينة. تعز الآن تعطي درس ليس فقط للجمهورية بل لكل العالم. تعز التي راهن الجميع على إسقاطها هي صامدة. نحن نحيي ونشكر كل من تضامن مع مدينة تعز وكل من مد يد العون. لولا إخواننا المغتربين في كل أنحاء العالم وكل من يحمل قضية تعز لما كان هذا الصمود العجيب. الكل هنا كما قلت لك أخي على قلب رجل واحد، ونحن في قدوم إلى الانتصار وإنه لقريب. طيب، يعني في ظل هذه الروح العالية التي استشفيتها من حديثك لأهالي تعز، هناك من يتحدث عن أن هناك صعوبات في التنقل بداخل المدينة خاصة مع الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي عليها، هل هناك إشكاليات وهل هناك يعني من صعوبات متوقعة مع دخول أيام عيد الفطر المبارك؟ نعم،
نحن في كل عيد سنتذكر بأن ميليشيا صالح والحوثي قتلت المزيد من أبناء هذه المدينة. لازلت أتذكر جيدا عيد الفطر المبارك السنة الماضية، الكل يحتفل في العيد ونحن نحتفل هنا بالعيد بنكهة الدم والدموع. كثير من الشهداء سقطوا يوم العيد في مصليات مدينة تعز لأن ميليشيا صالح والحوثي قامت بقصف هذه المدينة. عندما تقوم ميليشيا صالح والحوثي بقصف هذه المدينة وبتضييق الخناق على هذه المدينة، هي تريد أن تقتل الحياة في هذه المدينة. نحن نستغرب كذلك من السكان النازحين الذين خرجوا من مدينة تعز، كيف عادوا إلى هذه المدينة؟ عندما نتحدث إليهم يقولون نفضل الموت في تعز على أن نفضل أن الهون والذل والمهان في خارج هذه المدينة. فلذلك تستخدم ميليشيا صالح والحوثي كل الوسائل لكسر هذه المدينة، الكثير من المنافذ المحاصرة. نحن نهرب الحياة تهريب عبر جبال طالوق مشرعة وحدنان، المواد الغذائية والدوائية والطبية كلها تصل إلينا عبر الجبال. ونحن على بنقطة أخرى أستاذ حياة، منذ سنة كاملة. نعم. بنقطة أخرى وهي نقطة مهمة كثيرا، فرحة العيد لجميع الناس قد تكون يعني ربما تكون حاضرة، لكن هناك من سيحتفل أو سيمر عليهم هذا العيد بفرحة منقوصة، ربما هم مثلا أسرى الشهداء، أسرى الجرحى، أسرى المفقودين والمختطفين. هؤلاء كيف يعني سيعمل أهالي تعز على إشراكهم في هذه الفرحة بأيام العيد؟ ما هي معاناتهم؟ نعم، في حقيقة الأمر ولا أبالغ بأن هذه المدينة عصية على الانكسار. نعم فرحتنا منقوصة، ولكن فرحتنا العظمى بأن شهداءنا سقطوا من أجل الوطن، سقطوا دفاعا عن الدين، عن الكرامة، عن الحرية، عن الثوابت الوطنية. فلذلك عندما نتحدث إلى أهالي الشهداء أو أهالي الأسرى، الكل يتحدث عن الشهداء من أهاليهم بعزة وافتخار ويقولون نعم نفتخر بأننا أسرة الشهيد، نحن افتدينا هذه المدينة. لا. نحن ناضلنا من أجل هذه المدينة، وقدمت الأم ولدها، وقدمت الزوجة زوجها، وقدمت كذلك الأخت شقيقها، وهكذا. أضف إلى ذلك كذلك الجرحى، الجرحى هنا معاناة، لكن رغم هذه المعاناة هناك عزيمة وأمل. نعم أستاذ حياة، عزيز في هذه المدينة، لأن الجرحى سنة كاملة وهم على فراش الخذلان في هذه المدينة، إلا أن هناك تحركات نوعية من مؤسسة رعاية للجرحى تحاول أن تخفف بعض الألم، ولكنها لا تقوم بدور الدولة. لذلك نحن ندعو من عبركم الدولة، رئاسة الجمهورية، والوزير عبد الرقيب الذي وعد بأن تأتي طائرة هليكوبتر لكي تحمل الجرحى في مدينة تعز. فلذلك نحن سعداء بما قدمت هذه المدينة من تضحيات ومن دماء ومن شهداء. نحن تعز نعم يا الشهداء، نحن كل يوم نقدم الشهداء، وكل ذلك فداء للدين والوطن والعزة والحرية. أشكرك، أشكرك جزيل الشكر الناشطة الحقوقية حياة الذبحاني، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وأعود إلى الصحفي محمد الجماهي معنا عبر السكايب. أستاذ محمد، هناك نقطة تطرقت لها الأستاذ حياة وهي عن موضوع المغتربين وما يرسلونه من أموال، يعني هذه الأموال هل هي كافية فعلا لسد الفجوة التي يعيشها اليمنيون؟ ولربما في هذه الأيام ما بات لبيت في اليمن إلا وله مغتربه الذي يرسل له الأموال، هل يساعد فعلا أو تساعد هذه الأموال في سد فجوة الاحتياج بداخل اليمن؟ أولا دعني أثني على الروح التي تحدثت بها الأستاذة حياة الذبحاني، ويعني هذه هي روح تعز فعلا. ولو تكلم الأخ مياد من عدن عن ما عاشته عدن ليلة أمس واليوم وهذه الأيام، لديها أسبوع برايحي بمناسبة ذكرى انتصار عدن. نعم. في كل الظروف والأحوال المواطن اليمني وخاصة في المناطق المحررة ستجد، ولو أن هذا لا علاقة له الآن بالوضع الاقتصادي، الهم الأول هو الوطن، تأتي بعد ذلك بقية الهموم. أنت طرقت موضوع مهم تطرقت إليها الأستاذة حياة، وهو موضوع المغتربين، وأنا سابقا كتبت تقريرا عن هذا الموضوع وسميته أنه أول المعالجات الاقتصادية التي لا يمكن للحوثي أن يسيطر عليها إطلاقا. وقرار الملك سلمان بتعديل وضع المخالفين في المملكة العربية السعودية من اليمنيين والذين وصل عددهم إلى أكثر من 400,000، يضاف هذا الرقم إلى أكثر من 2.5 مليون مواطن يمني في السعودية مغترب
وفي الخليج وفي بقية المناطق أرقام أخرى من اليمنيين المغتربين. إذا ضربته في 5 معدل كل أسرة أو متوسط معدل كل أسرة، ستجد أن هذا يمكن أن يعالج نسبيا 15 مليون مواطن، وهذا نصف سكان اليمن. هذه واحدة من المعالجات، والتقرير الذي كتبته عنونت له بأن المواطن اليمني أصبحت حياته ما بين من باب كريم إلى باب الكريمي، يعني حياته منحصرة من المسجد إلى شركة الصرافة بسبب انعدام الأعمال وانعدام فرص العمل، خاصة الذين لا يمتلكون مؤهلات عليا أو الذين تم تسريحهم في الآونة الأخيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكثير أيضا من الشركات الكبيرة التي تمت مصادرتها وهي خاصة برجال أعمال مناوئين للحوثي لصالح تجار وصاعدين جدد استفادوا من إطالة أمد الحرب وسعوا إلى ذلك بكل ما لديهم من جهد وإمكانيات. نعم. إذن قضية المغتربين وقضية شركات الصرافة هي مسألة في غاية الأهمية، لكن دعني أقول لك أنها تواجه صعوبة كبيرة جدا بسبب الضغوطات التي الآن يتعرضون لها بسبب انهيار الريال أمام الدولار وتكدس العملة الصعبة. قبل أيام البنوك المحلية بالتعاون مع البنك المركزي أرسلوا رسالة إلى وزارة المالية وإلى الحكومة بأننا نريد أن نخرج حوالي ما يقرب من 800 مليون دولار بالتقسيط، نريد أن نقسطها شهريا 80 مليون دولار شهريا، لأننا لدينا عملة صعبة مكدسة في الداخل. نعم. طيب أستاذ محمد، هناك يعني من يطرح أن البنك المركزي، يعني بالعودة إليه وبالحديث عن المصارف، البنك المركزي قد يغلق أبوابه خلال فترة العيد وقد يمتد الأمر لأيام أخرى كذلك، هل هذا الوضع طبيعي أم أنه مستحدث وخطير على المواطن بشكل عام؟ هو في العادة هناك نوافذ لا تغلق ووحدات تابعة للبنك المركزي، لكنها لا يجب أن تغلق وهو يعلم بذلك، لأنها حركة مالية متصلة وغير منقطعة. وإذا كنت تتحدث عن إغلاق البنك المركزي بسبب الوضع الذي آل إليه وضعه، فيفترض أن هذا حدث من زمان وتم استبداله بالبنك المركزي في عدن، إذ لا توجد بحسب الاقتصاديين والمصرفيين والسياسيين والخبراء أي عوائق من هذا الموضوع. لكن هناك ضغوط سياسية، هناك ضغوط من دول، وهناك من وهذا الأمر ربما تطرقت له الحكومة في بيانها، أليس كذلك؟ نعم. طيب، بهذا إذن أستاذ محمد نصل إلى ختام هذه الحلقة، أشكرك وكذلك أشكر جميع من كانوا معنا في حلقة اليوم وكذلك السادة المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، دمتم والوطن بألف خير، كل عام وأنتم بألف خير أيضا، إلى اللقاء.